سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ هاد النهار ماشيه لبوردو، قلت علاش لا ما نديش البنات معايا، حنا ماشي نقضيو شي شغال، وقلت ندير منها حجه وزياره، منها مساريه منها نقضي شغالي. يلا بقاو معايا. هاد الزنقه البنات هي اكبر زنقه ديال لي كوميرسون في اوروبا كامله، تبدا من لا فيكتوار وتتالي حتى لو غون تياتر، فيها 1200 متر على عرض ديال 10 متر، فيها 230 مغازا، 230 ولا 233 مغازا، علاش ما قلبتي تتلقاي هنايا. هاد البلاصه حدا بورت بورغون لقينا هاد المانيفي، هاد المظاهره دايزين تيهضروا على حقوق الحيوانات، الناس اللي تيخليو الحيوانات تيسمحوا فيهم، هنا دايرين عليهم مظاهره. انتم تشوفوا المحلات كما تتشوفوا تبيعوا فيهم الحوايج المغاربه. هذا الباب سميتها بورت بورغون، اثار تاريخي في مدينه بوردو. كما تتشوفوا مدينه زوينه وفيها ما يتشاف، غير ما عطيتهاش حقها في التصوير لحقاش ما كانش عندي الوقت، هي فيها بزاف البلايص. هذا البنات مارشي كابيتا، فيه الحوان ديال الافارقه ديال الهنود ديال البلغار الجزاره المغاربه توانسه الجزائر، المهم علاش ما دورتي في هاد البلاصه، الباتيسريات المغربيين الجزائريين، المهم كاينين حتى الخياطه، خياطه اللي تخيطوا الفراش المغربي، وهاد الطريق اللي دابا حنا ماشيين ليها ندخلو لهنا لسان ميشيل. كما تتشوفو هاديك الكنيسة راه كتبان من البعيد، تما هاد البلاصة كنت بحال هادي كنسكن فيها شي سنين اللور، كنت في هاد البلاصة سكنت فيها غي واحد الأيام قليلة، وهاد البلاصة تيكون فيها المارشي
ياك السبت والسبت والاثنين يكون المارشي عليها باش تشوفوا الفرقوات مازالين ما جمعوش. يلاه جمعوا ولكن باقي ما نساوش هاد البلاصه هاد بلاتي شويه وتلقاوها كلها ما بقى والو فيها. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم لا فيديو، وما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس حتى هو. وبسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.